السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نسجل اليوم فيديو بنشرح فيه نظام الاختبار النهائي لجريد 5 أو أي صفوف أخرى، ولكن هيكون الفيديو مخصص لجريد 5 بشكل أكبر. تقسيمة الاختبار، الاختبار هيكون عبارة عن جزئين على امتحانين منفصلين. الامتحان الأولاني هيكون كتابة، هياخد مدة ساعة. الامتحان الثاني هيكون القراءة وياخد ساعة ونص. امتحان الكتابة هيبقى عليه 25% من العلامة. بيبدأ الامتحان ببعض الأسئلة اللي هنجاوب عليها إجابات قصيرة، وهيكون عبارة عن 10 درجات، والعشر درجات دول هيكونوا بونص. يعني لو جاوبنا عليهم هناخد 10 درجات بونص. فطبعا كده مهمين جدا إن هم هيعلوا لي الدرجة بتاعتي لو أنا نزلت في حاجة تاني، فيفضل إن احنا نحلهم بشكل كويس. امتحان الكتابة بيكون عبارة عن إيه؟ طبعا الكل عمال كل شوية يقول باراجراف ده تكمل القصة وبعتوا لنا باراجرافات. لا، ما فيش باراجراف خالص، ما حدش يحفظ باراجرافات. الامتحان هيكون بس تكمل القصة فقط، بس ما فيش أي حاجة تاني. يبقى هنقول إن الطالب هيعطى the beginning of a narrative and ask to predict what will happen next. هيكون بداية قصة، والطالب أول سؤال هيكون توقع، يعني الطالب هيتوقع إيه اللي هيحصل بعدين في سطرين، هيكتب بس سطرين. بس أهم شيء ان احنا بنراعي ان احنا نكتب in full sentence او full sentence، في جمل كامله، وبنستخدم correct spelling، السبيلنج بتاعنا صح، ما فيش اخطاء املائيه، و sentence start with capital letter and end with a full stop، بتبدا بحرف كبير وتنتهي بفول ستوب. عندنا اسماء اشخاص بنكتبها بكابيتال ليتر، عندنا اسماء دول نكتبها بكابيتال ليتر. بنكتويشن عليه علامات، اي شيء في الكتابه عليه علامات، سبيلنج والبنكتويشن والفول ستوب وكل حاجه. ثاني شيء، students are asked to justify their answers، يعني مطلوب منهم ان هم يبرروا ليش هم توقعوا هذا التوقع. زي القطعه اللي هي مثلا بتاعت عاليه المتداوله، اللي هي النموذج اللي نزل، احنا ليه توقعنا مثلا ان هي هتكون طباخه مشهوره؟ لان هي كانت بتحب الاكل مثلا، او بتحب تطبخ. ده التبرير ليه احنا توقعنا هذه التكملة. Students are asked to produce a plan for the narrative. البلان ممكن نحلها بطريقتين. لو هو عطاني في الامتحان مخطط اللي انا هظهره حالا، همشي عليه. لحظة هوريكم المخطط اللي احنا ممكن نمشي عليه، عشان بس ايه قصة الكتابة نبقى عارفين احنا هنحلها ازاي. دي طريقة لعمل البلان، بس خلونا الأول من البداية خالص نشرح جزئية الكتابة. عندي هنا قصة، القصة بتتكلم عن عالية. عالية always want to cook, she want to be a chef. When she was a little girl, when she was about 10 years old, she started cooking for her whole family. They seemed to like her food. Even her brother, who was a very fussy eater, always asked for another plate for whatever she made. القصة بتقول إن هي كانت دايماً كانت عايزة تطبخ، وكانت عايزة تكون في المستقبل تكون طباخة لما كانت بنت صغيرة. ولما كان عندها 10 سنين بدأت تطبخ لكل العيلة، وكل كان بيحب أكلها. حتى أخوها اللي عنده مشاكل في الأكل كان بيطلب طبق آخر من أي شيء هي بتطبخ. السؤال هيجيني بهذا الشكل، هيقول لي what happens next in the story، ماذا حدث في القصه. ده السؤال الاولاني اللي هو البريدكشن او التوقع. فانا اتوقع ايه اللي ممكن يحصل بعدين. طبعا كل طالب هيفكر باسلوبه هو وتخيله هو. معايا سما، سما شريف هتقرا لنا الجزء الاول، وكمان حنين هتكمل معانا قراءه الاجابات. يلا يا سما. Alia got better at cooking and everyone loved her food. She decided to join a cooking contest to show her skills to more people. طبعا هي توقع ان هي عاليه جاد بيتر ات كوكينج، هتكون احسن في الطبخ، و اند ايفري ون لافد هير فود، وكل حد حب طعمها. شي ديسايدد تو جوين ا كوكينج كونتست، يعني قررت ان هي تنضم الى مسابقه للطبخ
to show her skills to more people عشان توري مهاراتها لعدد أكبر. بعدين هيسألني why do you think this will happen. دلوقتي هنعمل justify أو تبرير ليش إحنا قلنا هذا التوقع. ريحني. Alia is very good at cooking, and her family loved her food. Her brother always asked for more, so she made join a cooking competition to show other people how well she can cook. اوكي، عاليا از فيري جود ات كوكينج. احنا ليه توقعنا هذا التوقع؟ لان عاليا ممكن احنا ناخد من الاجابه من فوق، لان عاليا واز فيري جود كوكينج، يعني كانت بتطبخ كويس. ات كوكينج اند هير فاميلي لافد هير فود، كل الكلام ده خدناه من الجمله اللي فوق. هير براذر اولويز اسكس فور مور، وان اخوها كمان كان بيطلب اكثر. سو شي مي جوين ا كوكينج كومبيتيشن، ولذلك هي يعني انضمت الى مسابقه الطبخ تو شو اذر بيبل هاو ويل شي كان كوك. يبقى احنا اخذنا من فوق، يعني يعتبر لخصنا الكلام المكتوب فوق في التبرير اللي هنا. بعدين عندي الجزئيه الثالثه، رايت ا بلان فور ذا ريست اوف ذا ستوري، يعني هنعمل مخطط للقصه. المخطط بيكون بطريقتين، يا اما اني اخذ الاسئله اللي موجوده هنا في السؤال واحطها في جدول بالشكل ده واجاوب، يا اما في طريقه تانية اللي ممكن تجيني في الاختبار ويكون بهذا الشكل، ان هو يديني ستوري ماب هو من عنده مكتوب فيها التايتل، فانا بختار تايتل عنوان مناسب. مثلا نقول دريم كامز ترو، الاحلام تصبح حقيقه. سيتنج المكان والزمان، المكان مثلا ممكن نقول ان هير هاوس ان ا فيمس ريستورانت. الزمان ممكن نقول وين شي واز 10 ييرز اولد تيل ناو، حتى الان. الكاركترز عاليه her parents، مثلا ممكن نضيف كمان a famous restaurant owner، يعني مالك لمطعم مشهور اللي هو بعدين ممكن يعطيها عقد للعمل معاها. ايه هي البلوت او البروبلم، المشكلة؟ ممكن اقول المشكلة she want to be a chef، عايز اكون طباخة. لو طلب مني الاحداث هعمل الاحداث في البداية في المنتصف وفي الخاتمة، هقول شو حصل في البداية، شو حصل في نص القصة، وفي الآخر إنها حققت الحلم. والسوليوشن شي بيكيم ا فيري فيموس شيف. دي طريقة ودي طريقة. الطريقة الثانية اللي هي هنا اللي إحنا ناخد الأسئلة ونجاوب عليها في الديسكريبشن. اقرأي يا سما أول واحد. Alia's first job because a chef at a busy restaurant learns new cooking اوكي، يبقى teaching cues. تكنيكس. اول شيء becomes a chef at a busy restaurant، اصبحت طبعا الوظيفه بتاعتها اصبحت طباخه في مطعم مشهور. learn new cooking techniques، يعني تعلمت تقنيات اخرى في الطبخ. number two، why عاليه enjoys her job. يا حنين، Working with a team for chef. working with، كان بالنسبة لها بتستمتع ب working with a team of chefs، يعني هي تشتغل في مع فريق من الطباخين. number three، something exciting، يعني شيء مشوق. يا سما، Alia's future goals. a famous future a field football player هنا a famous Football player tries her food, writes a fantastic fantastic review. review. احنا ممكن نقول ان في لاعب كرة قدم مشهور جرب طعامها، او اي شخصية مشهورة جربت طعامها وكتب يعني شيء كده، رأي رائع عن الأكل تبعها، كتب رأي او تغذية راجعة للأكل بتاعها. نمبر فور يا حنين، عليها إيش فوتر دكتور future goals، الخطط المستقبلية أو الأهداف المستقبلية. continuous continue to learn and grow opens her own restaurant. okay
continues to learn and grow، ان هي عايزه تتعلم وتكبر، و opens her own restaurant، ان هي تفتح طعامها، مطعمها الخاص بها، مطعمها الخاص. وفي النهايه، وده السؤال اللي عليه 25 درجه، اللي هو كتابه القصه، ان احنا نقرا نكتب القصه في 25 كلمه او اكثر، بس بشرط ما ان احنا ما يعني نغلط في السبيلنج ولا في البنكتويشن. اقرأي يا سما. Alia was excited to work as a chef. She loved the beauty kitchen and creating tasty dishes. dishes. One day, a famous footballer tried her special dish and loved it. شكرا يا سما، كملي يا حنين. هي He wrote a wonderful review and the restaurant became popular، مشهور. She dreamed of opening her own restaurant one day. اوكي، وطبعا دي قصتنا، ولكن اهم شيء ان احنا ما نغلطش في اي شيء، ولا بنكتويشن ولا سبيلنج ولا اي شيء. اهم حاجه 25 كلمه، ممكن اكثر، ممكن نوصل ل 40 كلمه، بس اهم شيء ما نغلط في السبيلنج والبنكتويشن. نرجع لشرح الملف بتاعنا مره تاني. الجزء التاني اللي هو جزء القراءه، وبينقسم الى 4 اجزاء. الجزء الثاني من الامتحان، او الجزء الاول في امتحان القراءة، هيكون عبارة عن 20 سؤال ميز، هيكون قطعة 200 كلمة فيها 20 سؤال، 20 فراغ، كل فراغ فيه 3 اختيارات، بنختار واحدة، 20 سؤال. الجزء الثاني هيكون عبارة عن قصة، قصة هيقرأها الطالب، فيها 5 أسئلة اختياري، وطول القصة 170 كلمة. الجزء الرابع هيكون عبارة عن خمس قطع كمان، بس هتكون معلوماتية، هيكون 170 كلمة وعليها 5 أسئلة. الجزء اللي بعده هيكون 190 كلمة، قطعة 190 كلمة معلوماتية، نص معلوماتي، عليه 7 أسئلة اختياري. يبقى ده نظام اختبار القراءة، عبارة عن ميز 20 سؤال، قصة عليها 5 أسئلة، قطعة معلوماتية عليها 5 أسئلة، وقطعة تانية عليها 7 أسئلة، 3 قطع وسؤال ميز. نروح للمفردات المطلوبة علينا في امتحان النهائي. يلا يا كل واحدة تقرأ كلمة، أنا سامع وبعدين حنين وهكذا. يلا. Rainy forest noisy. لا، أنا عايز الرين فورست والجملة بتاعتها. يلا، رين فورست. A forest with a lot of tall trees where it rained a lot. اوكي، Noisy, noisy people or think making a lot of noise. يعني مزعج. بعدين سما، يلا بتدور على طول. سما، Camp an area where people stay in tents usually for a holiday. تمام، يعني مخيم. Hoping wanting something to happen or be true. تمام، يعني يتمنى. Wait to stay in a place until someone or something comes to you or is ready for you. معناها ينتظر. بعدين يا حنين. Thirsty with drinking or needing a drink. يعني عطشان. Plant living things that grow in the soil and have leaves. معناها نبات. Africa. A continent، يعني قارة.
A large area of land with many countries. قارة أفريقيا. بعدين Temperature. How hot or cold something is. ايه درجة الحرارة؟ temperature درجة الحرارة. Comfortable when you معناها felt comfortable، معناها مريح. when you feel good without any pain, closed shoes, a chair, it can be comfortable. Insect, a small animal with 6 legs. انسكت معناها حشرة. Scorpion, a small dangerous animal with a soul that can hurt you. يعني العقرب. بعدين Sand found on beach and in desert made from very small beads of rock. يعني رمل. ساندي يعني رمل. نيتشر. Nature, all the plant, animal, and things that are not made by people. يعني الطبيعة. سما. زو. Zoo, a place where wild animals are kept and people come to look at them. حديقة حيوان. جايد يعني مرشد سياحي أو مرشد عامة. حنين. Someone whose job is to show interesting places to visit or help people get somewhere. تمام. مرشد. ذا وايلد. The wild an area that is far from where people usually live. ذا وايلد اللي هي البرية أو البر عامة، أو الأماكن اللي هي خارج المدينة، سواء الرين فورست أو الديزرت وهكذا. Lion, لا يعني أسد. a large wild animal with light brown fur. أوكي. وسبيس يعني مساحة فراغ أو فراغ. سما. Space, the area that is being used for something or by some thing or someone. تمام. ودي المفردات اللي احنا المفروض نحفظها كويس عشان هي الداخلة في الاختبار. هنضرب دلوقتي، هنعمل تدريب بسيط على الكلمات. يلا يا حنين، هنختار الكلمة المناسبة. If you want to see a lot of tall trees, you should go to the forest. لو احنا عايزين نشوف طول التريز هنروح للغابة، للفورست. نمبر 2 سامة. When you get go traveling, you should hear. خير. لو احنا هنسافر محتاجين يكون معانا لاين ولا جايد to show you interesting places. Guide. محتاجين جايد، مرشد سياحي. اوكي حنين. Small animal with 6 legs. كولد. Insect. طبعا الحشرات هي عندها 6 أرجل. نمبر 4 يا سما. فور يا سما. I went. I went on a trip with my family to the zoo
to see some animals. ممتاز حنين. نمبر 5. My favorite animal is a large wild animal, lion. تمام. large wild animal اللي هو اللاين. نمبر 6 سما. I am so I really need some water. اوكي ثيرستي عشان عطشان محتاج ميه، يبقى ثيرستي عطشان. نمبر 7 These are my favorite shoes. They are so comfortable. احنا قلنا كلمة كومفورتبل يعني مريح، سواء للحذاء للكرسي للملابس لأي شيء. نمبر 8 يا سامي. I missed the bus, so now I have to wait. راح علي الباص ولازم انتظر. نمبر 9 هاني. I missed the bus, so now نمبر I 9 have 9 The weather today is so hot that temperature is is 45 degrees. نمبر 10 يا سما. My favorite free time activities is to go and in mountain camp. ناخد cab in the mountain. تمام. المفروض ان احنا هنا هنكتب الكلمة المناسبة. طبعا الكلمات اللي احنا خدناها اول كلمة هي كلمة space. يلا ساعدوني كده في كتابة هالكلمات. space تاني واحدة، Sands. ثالثة، Temperature. Sure. Wait. temperature، بعدين هنا weight، بعديها Noisy. مظبوط، بعدين There. thirsty. Thirsty. Lion. Zoo. Animal of the zoo. زو. هنا أعتقد هذه تخص نيتشر الطبيعة. Tom هنا camp. كام جايد مرشد و Insect. Insect. ينسك. دي كلمات اللي هي داخلة في كلمات الملف الوزاري. نروح لملف القواعد اللي بيتكلم على ثلاث قواعد. أول قاعدة اللي هي البريزنت كونتينوس تنس اللي بيتكون من ام واز وار زائد الفعل زائد اي ان جي. ام بتيجي مع اي، از بتيجي مع هي وشي وات، وار بتيجي مع يو وي وذي، وبيجي وراهم الفعل زائد اي ان جي. هنستخدم القاعدة في ان احنا نخلي هذه الجمل صحيحة. اول جملة يلا حنين، هي او is شي هتاخد از والفعل هيتحول الى cleaning. cleaning. شاطرة سما. وي وي We تاخد are وي تاخد ار بالفعل. ايت هيبقى eating. eating. طيب عندي they حنين. they They are they are والشوب هتتحول الى ايه؟ شوبينج. هنعمل ايه في شوبينج قبل اخير حرف متحرك؟ هنعمل دبل بي هنضيف اي ان جي. شاطرة. يلا يا سما. اي بتاخد I am وريد هيبقى reading. reading. it هتاخد يا حنين it، It بتاخد is is raining. raining صح. you You are you are ولسن هتبقى listening. تمام. تاني قاعدة عندنا في من القواعد المودل فيربس بس في البريزنت اللي هم كان والنفي بتاعها
كانت، ده المطلوب مننا، كان سواء كان او كانت بيجي وراها التصريف الاول يعني. وطبعا كلمه كان معناها ايبل او معناها قادر على فعل الشيء، بيجي وراها التصريف الاول يعني. اقول كان، مش هقول كان سليبس ولا كان سليبنج ولا كان سليبت، لا هي التصريف الاول. ذا نيو بيبي كان سليب، ذا نيو بيبي از ايبل تو سليب، معناها انه قادر ان هو ينام. انما كانت معناها غير قادر على فعل الشيء او معناها انيبل. براد كانت ثينك، برضه بيجي بعدها التصريف الاول للفعل. When too many people are talking, Brad is unable to، معناها غير قادر. Think when too many people are talking، لما بيكون في ناس كتير بتتحدث. عندنا هنا جمل هنوصلها بالمعنى بتاعها. يلا سامع الجملة الأولى. Josh is، Josh is able to mountain climb. أو to climb the mountain، يبقى هنا هنختار إيه؟ كلمة able to Josh معناها، can mountain climb. معناها كان. الجملة الثانية يا حنين، جوش is enable to، enable to معناها إيه؟ معناها كانت. يبقى جوش كانت climb mountain، أو مش عارف mountain كده climb كده صح ولا غلط، بس هي غالبا لازم تكون كانت climb the mountain. عندي هنا جملتين تاني، بس في واحدة مكررة. it can't buy a new car، فهنقول إن it is enable to buy a car. It can buy a new car، كان معناها ان هو able ان هو يشتري كار، بس في جملة هنا ناقصة فما لهاش ايه الإجابة بتاعتها. Kyle can swim in the river، كان معناها able to اهي. وكي Kyle can't swim in the river، يبقى enable to swim in the river. القاعدة الثالثة اللي هي ال past simple. الباست سيمبل طبعا معروف اللي هو ليه شقين، الجزء اللي هو ريجولار فيربس اللي هي الفعل زائد اي دي، زي بلاي بلايد، ووك ووكد، بس بنحط في الفعل اي دي. والريجولار فيربس اللي هي الافعال غير منتظمه بحفظها زي ما هي، فلاي فلو، سويم سوام، درايف دروف، لازم اكون حافظ الافعال الغير منتظمه. سيركل اول ذا باست سيمبل فيربس ان ذا سنتنس، هنقرا الجمله ونختار او نحط دايره او نحط علامه على الفعل في صيغة الماضي البسيط. ابدأي يا سما. يلا يا سما. Last year I visited the park every Monday after school with my friend. اوكي، يبقى last year I visited، فين بقى الفعل اللي هو في صيغة الماضي؟ Visited. تمام، أحسنتي. يبقى الفعل في صيغة الماضي هنا منتظم في اي دي. الجملة الثانية يا حنين. Mr. The boy and made sure he was safely back with his family. وفين الفعل في صيغة الماضي البسيط؟ Stop it. stopped. تمام، نمبر 3 سما. He showed the young boy who to tie his shoes. Showed. showed. تمام حنين. The bus stopped and let the prisoner get off. Stopped. اوكي، يبقى stopped. الجملة اللي بعدها. We laughed at the joke for a long time. loved We laughed. loved. يلا يا حنين، هنحول الفعل هنا لصيغة الماضي البسيط. يلا last Because weekend I جو، هتبقى ايه؟ when هتبقى went. شاطرة حنين. يلا سما. yesterday he ran، هتبقى ماضي ران. ايوه ران. then تمام، الجملة الثالثة يا حنين. the family went
On holiday last summer and they bought صح، باي تتحول الى بوت. a طبعا little لازم لازم نكون حافظين التصريف الثاني للافعال غير منتظمه، جو، وينت، ران، ران، باي، بوت، وهكذا. صيغه النفي في الماضي البسيط، النفي مع النفي بنستخدم didn't زائد الفعل في التصريف الاول. يعني مش هقول didn't ران، لا didn't run، مش هقول didn't boat، هقول didn't buy. وجود didn't بيرجع الفعل لاصله، زي مثلا الجمله دي I didn't go، I didn't play، يعني didn't زائد التصريف الاول للفعل. عايزين نحول الجمل دي لصيغه النفي يا سما. الجمله الاولى I studied for the exam، فهقول I، النفي هيكون ايه؟ نفي الجمله I، didn't I didn't show. didn't studied احنا قلنا didn't زائد التصريف الاول، فهتبقى didn't ايه؟ study for study the for exam the exam، ونحط full stop. بعدين حنين، he played video game he didn't play video game didn't، ونرجع الفعل للتصريف الاول، play play video game video game. شاطرة. جملة الفيسبوك بقى آخر جملة طبعا نحط في الصب. يلا يا سما. we didn't eat pizza yesterday طبعا برجع الفعل للتصريف الأول، فقلنا didn't eat مش didn't ate. كده احنا شرحنا كل شيء عن امتحان القراءة والكتابة الخاص بجريد 5. نفس الشرح اللي فوق هيكون كل صفوف من صف 5 إلى صف 12، اللي هو أسلوب الكتابة مع اختلاف عدد الكلمات المطلوبة من كل صف. كده وصلنا لنهاية شرح الفيديو، شكرا لكم، وانتظرونا في فيديوهات جديدة. مع السلامة.